منكوش واحد اكس اول مره. اكشن. ما تسألونيش وما تسألهوش، روحوا اسألوا عن الفنكوش. بام بارارارم بام بام كات. برافو. الفنكوش اللي بعده على الرابع. مدام زيزي اللي بعده. اتفضل يا خيري، الكاميرا هناك. اتفضل الكاميرا هناك. لا الكاميرا هناك. اتفضل. ايوه لف المدفع كده. ايوه كده. لكيت كاميرا. فنكوش اتنين اول مره. عشان هلا حوش خلي بالك من فنكوش. تن ترارارم بام بام كات. هاي اللي بعده. كاميرا هنا. لكيت كاميرا. عشان فنكوش تلاتة اول مره. ادي العقد وادي البروش، ما بقاش ناقص إلا الفنكوش. فنكوش أربعة أول مرة. أنا ولا محتاجة مكياج ولا محتاجة رموش، مدام حبيبي جاب لي الفنكوش. كات. هايل. اللي بعده عايزين نروح يا جماعة. يلا عشان تحلفوا. كاميرا هنا. برافو خايل. لا تقول لي سادة ولا منقوش، مفيش أحلى من الفنكوش. تن ترارارا تم تم كات. ارجع طفي لم كل حاجة. أقول لك إيه يا صلاح، على فكرة يا أي كلام بتحب أعزمك في أي يوم تاني؟ لا 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 لا، ده كده كويس أوي. خلاص يا روح قلبي ممكن تلبسي. تحب أطلع لك الشغل ده على طول؟ لا لا لا، اركنه. عرفه. اركنه على إيه؟ عرفه. هلا أنا كنت متصرف على الشغل ده. أنا هبقى أتصل بيك بعدين. هايل يا روح قلبي، هايل. برافو برافو برافو، حقيقي كنت تجنني. حقيقي فكرك هيعجب الناس. ده انت هتكسري الدنيا صدقيني. هينزل امتى الاعلان ده يا صلاح؟ هو الحقيقه انا اصلي لسه ما اتفقتش على الاعلان ده. انما انا متاكد ان صاحب الاعلان لما هيشوفك العمليه هتبقى في التمام قوي قوي قوي. دلوقتي بقى انا عايزك تغيري هدومك عشان تلحقي اجتماع اللجنه. ها انا غيرت رايي، مش هروح اشهد ضدك يا صلاح. ومين قال انك انت هتشهدي ضدي؟ خدي انا عايزك تحفظي الكلمتين اللي هنا كويس، خد بالك، وعايزك تحطي ده كمان حوالين رقبتك. أنا لازم أروح. لازم عشان نوبة حد للبتاع اللي اسمها ميسة توفيق دي. أما تيجي معايا. لا معلش، خلينا أنا بعيد أحسن. خايف أغلط في الكلام. لا لا لا، أنت بس احفظي دول كويس. بصي مهم أوي إنك أنت تحفظي دول كويس وكل شيء هيبقى تمام. إيه دي؟ الحقيقة. الحقيقة والشرف فوق كل شيء. الحقيقة والشرف فوق كل شيء. أنت متأكدة إن ده هو مبدأ أستاذ صلاح؟ طبعًا، دي فلسفته في الحياة يا فندم. دايما هو بيوصلني للبيت يقول لي يا زيزي الحقيقه والشرف فوق كل شيء. ده كلام فارغ. لا ده كلام الاستاذ صلاح. ارجوك يا نسا ماكس، ارجوك، ممكن ما تقطعيش شهاده الاثبات اللي انت طلبتيها بنفسك؟ يا فندم واضح ان الشاهد حافظه كلامه وبتردده، وان صلاح هو صح ولا لا يا زيزي؟ صلاح اشتراك بكام؟ ادالك ايه؟ ارجوك يا نسا ماكس، ارجوك. فعلا يا سيادة الريس صلاح اداني حاجة. شفتم؟ اداك ايه؟ اداني دي. هايل. دي دلاية خطة جابها لي صلاح في عيد ميلادي. حلوة أوي. تحب حضرتك تشوف؟ يا ريت. تحب تشوف يا أنسة ميسة؟ لا متشكرة، أنا كان نفسي إن الأنسة زيزي بدل ما تقعد تفرجنا على هدايا الأستاذ صلاح تحكي لنا عن الحفلة اللي كان عاملها من كام يوم. آه قصدك الحفلة الخيرية اللي كان عاملها الأستاذ صلاح. حفلات خيرية ولا حفلات سكر ومسخرة؟ أرجوك يا نسا ميسة، أرجوك، ده اتهام خطير بتوجهيه لإنسان مش موجود معانا عشان يدافع عن نفسه. فعلا دي فعلا نقطة مهمة يا سيادة الريس. ليه الأستاذ صلاح مش معانا النهاردة؟ عشان مشغول. أنت عارفة الأستاذ صلاح فين دلوقتي؟ طبعا يا فندم، في الهلال الأحمر بيتبرع بدمه. مش هيقبلوه، هيلاقوه زفر. أرجوك يا نسا ميسة، أرجوك. وش معنى النهاردة بالذات اللي الأستاذ صلاح راح يتبرع بدمه؟ عشان ما كانش لوحده، كان مع فريق الكشافة بتاعه. فريق
الكشافة؟ أيوة فندم. يا هو الأستاذ صلاح عضو فريق الكشافة وفي جمعية تحسين الصحة والمحافظة على البيئة كمان. كمان؟ عندك حاجة تانية عاوزة توديها أنسة ميسة بعد ما أثبتت شهادة الإثبات اللي أنت جايباها إن الأستاذ صلاح فؤاد فوق مستوى الشبهات؟ كانت تمثيلية هايلة اللي عملتيها جوه دي. لو رجعتي تزعلي مني والنبي ما تزعليش. بالعكس ده أنا معجبة أوي بمواهبك. أنت حقك تشتغلي في السينما. هيحصل أول ما تنزلي إعلانات الفنجوش. الإيه؟ فنجوش؟ دي حاجة جديدة صلاح بيحاول يتفق عليه. يحاول؟ وأول ما هيتفق هيعملي إعلانات تقلب مصر كلها. بقى كده. سامحيني ما تزعليش مني، دي فرصة العمر اللي طول عمري استناه. أمال إيه؟ فعلا هي فرصة العمر. عن إذنك.